جدلية أو موضوعة التعديلات الدستورية، من وجهة نظرك كخبير قانوني، من يجب أن يسبق من؟ هل نبدأ بالتعديلات الدستورية ونضع ركيزة قانونية لقانون الانتخابات ثم نبدأ بسن قانون الانتخابات، أم نبدأ كواقع يفرضه الشارع العراقي بالتعديلات أو بصناعة قانون انتخابات ثم نبدأ بعدها بقانون أو تعديلات دستورية؟ أنت ماذا تفضل؟ أولا شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرام وشكرا لمعالي النائب السيد باسم خشان، وبارك الله بكم على هذا اللقاء وشرفتونا بهذه الدعوة. سيدي الكريم، ما نحتاج التعديلات الدستورية بقانون الانتخابات إلا في مسألة واحدة فقط، هي مسألة كوتا النساء. يعني لما تكلم الدستور على الانتخابات قال كذا كذا وينظم ذلك بقانون. حتى جنابك التصور أو التفسير والتأويل اللي ذهب عليه مجلس النواب من دورته الأولى بناء على خبرة الأمم المتحدة وخبرة ما يسمونه بخبراء الانتخاب خطأ. يعني ما كل واحد يمثل 100,000 من الشعب خطأ، لأن النص الدستوري حضرتك بالمناسبة خلنا نقرأ أنا وياك. شوف النص الدستوري شو يقول. النص واضح، مرة استخدم شعب ومرة كلمة سكان العراق. شوف حضرتك، يتكون مجلس النواب من عدد من أعضاء بنسبة مقعد واحد لكل 100,000 نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي. ما قال يمثلون نفوس العراق، ايش يمثلون؟ الشعب العراقي. بارك الله بك. هناش قال 100,000 نسمة من السكان، يعني 100,000 نسمة من سكان العراق قد يكونوا المتعلمين، فرضنا هنا قد يكون الناخبين وقد يكونون المصوتين وقد يكون عامة السكان. فتفسيرهم إلى أن عبارة سكان العراق ينصرف إلى سكان العراق ككل، الصغير والكبير، مصوت وغير مصوت، كان بيتجاوز. وإلا لو كان الأمر إلي لأقول ما السكان يقصد به 100,000 من السكان الذاهبين لصوتوا البالغين. لا، البالغين ناخبين، الأكثر المصوتين. تعرف حضرتك هناك بالغ لكنه غير مصوت، ما راح يصوت. يعني أي. مثلا احنا نفوسنا الان 38 مليون جنابك، او بالانتخابات السابقه فلنقل 32 مليون. طيب 32 مليون سكان ككل الشعب كله، عندنا 25 مليون ناخبين. اذا طبقنا الناخبين شو يصير؟ 250 نائب. وراحوا عندنا 12 مليون ونص، كان صار مجلس النواب ايش قد؟ 125 نائب فقط. هذا التفسير اللي وقعوا به الجماعة، ويطلع لك وقال لك أنا يابا دقر النص، ولو كان يريد كان يقول 100,000 نسمة من الشعب، لأن كلمة الشعب قال يمثلون الشعب العراقي بأجمعه. من إجى هنا ما استخدم الشعب العراقي، معنى ذلك أن هناك فئة من الشعب العراقي هي المقصودة، يا هي الناخبين والمصوتين. هذا ما نحتاج تعديل، نحتاج تعديل إلى الكوتا. الكوتا في كل دول العالم جنابك سنتين للنساء، ماكش كوتا. ممكن هسه احنا ايش قد اربع دورات هاي جنابك. هو انا هذا ناقشته بالحلقه السابقه، انه يابا قاله هو غرض تمكين المراه، يابا امكنها دوره امكنها دوره. ما كل عالم واحد عده من يصير سرناب اكثر شيء كل سنتين، اكثر شيء بالعالم دورتين انتخابيه. بل بالعكس اكو دول متخلفه بدائيه مثلنا ما قبل النسوان. قال شنو هنا ناقصات معرفه خاطر هذا يجب ان يلغي او على الاقل يقلص. الان خليني بهذا السؤال نفسه. الان اذا هسه انتهينا الباقي، كل ما يمكن بالعمليه الانتخابيه نظف قانون الانتخابات. قانون الانتخابات جنابك اذا احسننا قانون الانتخابات، جونا نواب جيدين ينتخبون، رؤساء جيدين ينتخبون، وزراء جيدين ينتخبون، أصحاب درجة خاصة جيدين ينتخبون، جهات تتولى إدارة الحكم جيدين، تصير الدولة كلها جيدة. وإذا كان قال انتخاب رديء فينتخبون رديئين.